جمهورنا الكريم الراغب بالذهاب إلى استاد المدينة التعليمية، نفيدكم علما بأنكم يمكنكم الوصول إلى ملعب المباراة عبر شبكات المترو المختلفة باتجاه محطة المدينة التعليمية على الخط الأخضر. القادمون من الدوحة بمركباتهم الخاصة سيتعين عليكم التوجه إلى التقاطع المائل، ومن ثم السير باتجاه جسر تقاطع العطية جنوبا، والانعطاف باتجاه المواقف بي وسي، أو مواصلة السير مع التقاطع المائل باتجاه الغرب، والانعطاف إلى اليمين باتجاه المواقف A. أما القادمون من طريق دخان فيمكنكم التوجه إلى التقاطع المائل والانعطاف إلى اليمين باتجاه المواقف المخصصة. ولحامل تذاكر الفي آي بي ووسائل الإعلام القادمين من الدوحة سيتعين عليكم التوجه إلى جسر تقاطع العطية ومواصلة السير باتجاه جسر تقاطع بني هاجر، ومن ثم الانعطاف إلى اليمين شرقا والدخول إلى المواقف. وفي حال القدوم من طريق دخان سيتعين عليكم استخدام طريق الخدمات أسفل جسر تقاطع بني هاجر الموازي للطريق الرئيسي شرقا باتجاه المواقف. أما أصحاب تذاكر الـ VVIP القادمين من الدوحة سيتعين عليكم التوجه إلى جسر تقاطع العطية ومواصلة السير، والانعطاف يميناً قبل جسر تقاطع بني هاجر واتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى المواقف المخصصة. أما القادمون من طريق دخان فيمكنكم التوجه إلى التقاطع المائل والانعطاف إلى اليمين باتجاه جسر العطية، والانعطاف يميناً والاستمرار مباشرة، ثم الانعطاف يميناً قبل جسر تقاطع بني هاجر واتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى المواقف المخصصة. كما يمكنكم مسح الباركود الظاهر أمامكم على الشاشة للوصول إلى أسرع الطرق المؤدية إلى استاد المدينة التعليمية. نتمنى لكم قضاء وقت ممتع ونسعد بتعاونكم.